أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الأعلى للبيئة عن تلقي الحملة الوطنية للتجير دمت خضراء دعما كريما من شركة البحرين للتسهيلات التجارية للمساهمة في التجير على امتداد 200 متر طولي على شارع 801 بالمحافظة الجنوبية بهذه المناسبة عبرت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن امتنانها شركة البحرين للتسهيلات التجارية على هذا الدعم الجزيل والذي سيعد سيعزز جهود الحملة نحو توسعة الرقعة الخضراء بمملكة البحرين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبيئة أكثر صحة وخضرة وجاءت هذه المساهمة لتواصل التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الخطط الحكومية الهادفة لتخفيف الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية